دقائق. شكرا السيد الرئيس. زيادة كان. السيد الرئيس، أنا مثمن الحصيلة والآفاق اللي قدمنا السيد الوزير الأول، وظهر لي أن تناولوها النواب بما فيها الكفاية قد حد ما تلي يطول فيها فعلا في مجالات تعدل فيهم العديد من العمل، منهم الطرق اللي ذكروا، منهم التعليم، على النواقص اللي موجودة في التعليم واللي حقا كل حد عنده فيها رأي. وشخصيا ظهر لي بعد من أسباب خسارته الرئيسية كثرة التعليم الخصوصي وخاصة هو مستوى الابتدائي، وظهر لي أنها لين تعود معي مخالفة للنظم المعمول بها اليوم في العالم، أن خير أن نرجع للتعليم ابتدائي عمومي. وظهر لي خارج من الدول عدل تجارب ناجحة في ذاك المجال وعدلوا صناديق خاصة بالتعليم للناس اللي ما هي قادرة على تحمل تكاليف التعليم وتعود معاونة الدولة. ونقدوا ديك التجربة، ظاهر لي مصلحتنا كبلد بدنا نعدلوها. ولعات ما تقد تعمم بعد إلى الثانوي والإعدادي، تعود بعد على الأقل خالقة في التعليم الابتدائي. ومع الأسف التعليم الابتدائي حالا مؤدي لنوع من التمايز بين المجموعة الوطنية، باللي ترى بعض المدارس فيهم صنف واحد من المواطنين، وترى مدارس اخرى فيها صنف اخر من اللي من المواطنين، وهذه هي ظاهره مع الاسف اكثر عاد في نواكشوط من اللي من هي في الداخل. وظاهر لي نحن كبلد يصلح لنا لدوله مواطنه مساويين فيها المواطنين ومختلطين، ولين يعود التعليم اللي هو يربيهم ويميزهم، ظاهر لي انها مساله حاليه في المستقبل، حاليه في الحاضر غير من اللي حاليه في المستقبل. ولينا نطول في المجال اللي حقا القطاع فيه متخصصين يعرفوا هذا. لا فقط السيد الرئيس نقول من الحصيله كي قلت قبيل والافاق اللي قدم من الوزير الاول منها جيده وبانه عدل ياسر مشي، غير نختار ننبه ولاني موجهه للحكومه وحدها، موجهه للحكومه يا غير للبرلمان وللقضاء وللصحافه، نختار ننبههم على الانجازات والعمل الاقتصادي والاجتماعي اللي يعدل واللي مهم، بانه عنده حاويه لين تعود ما هي صالحه انه يقد ينتصف في دقيقه وذيك الحاويه تنقال وحده بلدنا كشعب، وان موريتانيا من استقلالها له وحاول دائما انها تعود دوله مواطنين، وان يعود الانسان فيها مواطن ما يعود من فئه ولا يعود من الشريحه، وان مع الاسف هاي السنوات الاخيره عادت متحاميه الناس كامله لتعدل العكس، ويعدل يعيا لاغراض انتخابيه، ويعيا يعدل لاغراض شخصيه، ويعيا يعدل لاغراض متعدده، والمهم انه بعد ما في مصلحه وانه حان الاوان وملي الناس كامله تتحامل الوقوف ضده بالسلطات المختلفه وبشعبها كامل به اللي ما تقدر تعدلهم حقا الحكومه وحدها وان كان دورها فيه رئيسي، باللي ما يلا يعود حاكم مقاطعه يقد يجي لاجتماع من ذاك النوع ويقول انه شاكره له، والله رئيس حزب يستقبل ذاك النوع من الناس ويقول انه شاكره له على هاي المبادره. وهذا معنى السيد النائب. ايوه شكرا.